السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة برو صوت في فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من سلسلة سي شارب إيمج بروسينج في سي شارب باستعمال إيمجو سي في. إن شاء الله النهاردة هنشرح الثري شولدنج. الثري شولدنج معناها عملية من عمليات الإيمج بروسينج. هي عاملة زي إيه؟ زي مثلا لو إحنا مثلا قلنا عندنا مثلا إيه صورة زي دي كده مثلا. الصورة دي مثلا لو هنتخيلها مثلا أبيض وأسود، فاهم؟ فاحنا العملية دي إيه بتديها قيمة معينة. يعني مثلا إحنا قلنا مثلا إيه إن الصورة مثلا بتبقى بكسلات من 0 ل 255، قيمة البكسل اللي هي في البايت اللي هي في الكالر سبيس جراي والداتا تايب بايت بتبقى من 0 ل 255. إحنا مثلا بنقول للصورة مثلا بنقول للإيمجو سي في مثلا البكسلات اللي قيمتها اكبر مثلا من 100 من 100 خليها ابيض، والاقل خليها صفر. هي دي معناها الثري شولدنج، بتدي له قيمه محدده، قيمه بكسل محدده. لو قيمه البكسل في الصوره دي هو يعدي على الصوره كلها، على البكسلات اللي في الصوره كلها، لو قيمتها اكبر من الثري شولد دي القيمه دي اسمها هي قيمه الثري شولد. لو قيمتها اكبر ممكن في نوع مثلا من انواع الثري شولد بيخليها ابيض اللي هي 255، او لو هي اقل من الثري شولد بيخليها اسود كده. فهو ده الثري شولدنج، يعني سهل، يعني ما فيهوش اي حاجه. دي انواع الثري شولد. ده موقع الاوبن سي في اللي بيشرح فيه الثري شولدنج. في انواع الثري شولدنج، في باينري، في باينري اي ان في، في ترانك، في 20، في 20 اي ان في. الحقيقه الانواع دي يعني يعتبر انها ايه، هي ملهاش دعوه بالثري شولد نفسها، هي ما بعد الثري شولد. يعني انت بتدي له مثلا ايه قيمه، مثلا احنا مثلا عندنا ايه الاوريجينال ايمج دي اللي هي تدرج في الالوان اللي هي من الاسود خالص للابيض اللي هي الاوريجينال ايمج دي. الباينري انت مثلا بتدي له مثلا قيمه في النص، مثلا هنقول مثلا ايه 100 دي مثلا، او 127 اللي هي القيمه اللي هي منتصف اللي هي 255 او 120. لو البكسل هي فوق قيمتها اكبر من 127 هتبقى ابيض. الباينري بيعمل كده، بيخليها ابيض، واللي اقل من 3 جولد بيخليها اسود. طب لو هي الباينري اي ان في بيخليها، بيقلب العكس، يعني اللي اكبر من قيمه ال 3 جولد بيخليها اسود، واللي اقل من 3 جولد بيخليها ابيض. الترانك بيخلي القيمه اللي هي اكبر من الثري شولد قيمتها بيخليها 255، واللي اقل بيحافظ على قيمتها بيخليها زي ما هي. ده الترانك. التو زيرو بيخلي القيمه الاكبر من الثري شولد زي ما هي، واللي اقل من الثري شولد بيخليها اسود. التو زيرو اي ان في ده عكسها، وهكذا. في هنا الادابتس ثري شولد ان شاء الله هنشرحه المره الجايه. في اللي هو الاوتسو. الاوتسو ده هو قيمه انت ما بتحددش انت قيمه الثري شولد، هو بذات نفسه هو اللي بيحدد لك افضل قيمه للثري شولد عندك. عن طريق الهيستوجرام. الهيستوجرام ان شاء الله هنشرحه قدام ان شاء الله، بس هديك فكره عنه كده. الهيستوجرام هو مجرد احصاء لعدد بكسلات الايمج. يعني ايه؟ يعني الهيستوجرام مثلا لو انا عندي مثلا صوره زي دي مثلا ايه الداتا تايب بتاعتها بايت وجراي، فانا الهيستوجرام بتاعي الكوردينيت بتاع الاكس هنا هيبقى من 0 ل 255، وبيشوف قيمه البكسل دي اتكررت كم مره في الصوره. هو ده الهيستوجرام. فاحنا لو لاحظ هنا ايه الصوره اللون اللي غالب عليها اللون الاسود، هنا اغلبيه الصوره اسود، فانت بتشوف الهيستوجرام ان البكسلات اللي هي مغمقه شويه عددها اتكررت كتير في الصوره. يعني مثلا البكسل اللي هنا دي مثلا ايه اتكررت كتير قوي في الصوره. هنا مثلا ايه تحت خالص هنا بيقول لك لا في البكسلات البيضاء اتكررت، يعني ايه زادت اكتر، فبيقول لك ان هنا في بكسلات بيضاء وهنا في بكسلات سوداء. فالقدس هنا بيعمل ايه؟ بيجيب لك افضل قيمه بتقسم الثري شولد ده. طبعا تحت هنا لو بصيت تحت هتلاقي هنا المعادله بتاعتها لو انت عايز تقراها. مش هنخش في تفاصيل رياضيه عشان وقت الفيديو، بس هي معادلات سهله، يعني بيجيب المتوسط بعد كده الانحراف المعياري، حاجات سهله يعني مش محتاجه برضو مش لازم تعرفها، يعني لو انت مش حابب مش لازم تعرفها خالص، كنسلها مش مشكله عادي. تعالى بقى نشوف هنطبق الكلام ده في الامجو سي في ازاي. ولو مثلا عندي الصوره كده اللي هي الصوره دي تكون جميله مع الكل، فانا خلاص هو ده ليس لها وقت. مثلا الصوره دي بنعملها ريسايز هنا، بنقراها طبعا من هنا من خلال المكان اللي هو ايمج بي جي ار بايت، بنعمل لها ريسايز 900 600. بعد كده هنا بنحولها لجري بداله الكونفرت. بعد كده بنقول بنعمل صوره جديده اسمها الثريش، دي اللي هنطلع فيها الثري شولد.
قول انا ايه كوبي بلانك جراي دوت كوبي بلانك، احنا بناخد نسخه من الجراي ومن غير بناخد بس الدايمنشن بتاع الاري بس، ما بناخدش اي قيمه من اي قيمه بيكسل من الاري. بعد كده بنقول هنا ايه عشان ننفذ الثري شولد بعدها، بنقول سي بي انفوك دوت ثري شولد، اول بارامتر ده الصوره اللي احنا ننفذ عليها عمليه، والثريش ده اللي هو، وتاني بارامتر ده اللي هو الاوت بوت الايمج اللي انت هتطلع فيها الصوره، وثالث قيمه ده الثري شولد، ده الثري شولد، ورابع قيمه هو ده القيمه اللي انت هتديها للثري شولد في حاله ان قيمه البكسل دي اكبر من الثري شولد دي اللي هتديها هي 255. بعد كده تالت خامس قصدي نوع معانا اللي هو نوع الثري شولد، زي ما انا قلت لك في هنا في هنا باينري، في باينري في باينر اي ان في، في اوتسو، في تو زيرو، في اللي هي الانواع كلها، في طبعا في انواع زياده يعني على الانواع دي، في اللي هو الاوتسو وفي التريانجل. التريانجل ده زي الاوتسو كده يعني ايه، بس ايه ده يعني افتكاس كده من الانجو سي في، بس الاوتسو طبعا احسن يعني افضل. انا جربت التريانجل والاوتسو، لا الاوتسو طبعا افضل من التريانجل دي. يا التريانجل دي ايه يعني الجوريزم تانية كده من الانجو سي في حطها، مش عارف يمكن التريانجل تنفع في حاجه تانية، انا بس انا جربتها في الصور كده لقيت لا ان الاوتسو افضل بكتير يعني من التريانجل. فمثلا لو احنا نختار باينري وهنا تحت بنقول سي في انفوك دوت اي ام شو الايمج والجراي والثريش، تعال كده نعمل ران هو الكروم ده. بص هنا في الناتج ايه طلع لي هنا ايه دي الصوره بتاعتنا، بعد كده بعد ما احولها الجراي، بعد كده ايه بعد الثريش. طبعا احنا حاطين هنا ايه قيمه 120، ففي اللي هي الكلمات اللي هي مبيضة شوية دي طبعا هي أكبر من 120 فهو خلاها بيضة، الخلفية أبيض فهو إيه أكبر من 120، غالبا بتبقى قيمتها 255 يعني مش متأكد، بس هي أكبر من 120 فخلاها بيضة. كل بقى الكلمات اللي هي قيمتها اللي قيمة البكسلات فيها أقل من 120 خلاها سودة. طبعا دي باينري باينري، لو أنت خليتها باينري أي إن في هيقلبها، هيبقى بدل تبقى الخلفية بيضة والكلمات سودة. طبعا احنا ممكن نكبر الثري شولد كده شويه عشان ايه يجيب كل الكلمات، مثلا نقول 200 مثلا، بص جاب لنا كامل الكلمات كلها اهي، يعني جاب لنا الكلمات اللي هي مبيضه شويه دي، ممكن دي قيمتها اقل من 200 فجابها لنا حولها لنا بالاسود. طبعا انت بقى جرب في الانواع دي بقى زي ما انا قلت لك، شرحت لك الانواع دي من شويه دلوقتي اللي هو الترانك والباينري اي ان في والحاجات دي. نيجي بقى لايه للاوتسو. الاوتسو ده زي ما انا قلت لك بيديك قيمه 3 شولد لوحدها، بيكنسل القيمه الثالثه دي يعني كانك مش موجوده خالص، لا القيمه دي لو تحطها اي رقم فمش هو بيكنسلها يعني. ازاي بنحط الاوتسو؟ نقول هنا بدل الدوت هتلاقي هنا الاوتسو هنا، فاهم؟ وبيرجع لك قيمه الثري شولد اللي هو اختارها. تعالى كده ايه هنقول دبل، بيرجع لك دبل تي، ده معناه اللي هو افضل هو الثري شولد اللي هو لقاه افضل للايمج يعني. نقول هنا كونسول دوت رايت لاين تي، مثلا تعالى كده نشيل الايمج ده عشان بتعملها زحمه، يعني هو بيختار لك افضل للاوتس وبيختار لك افضل قيمه للثري شولد للايمج دي. طبعا من استخدامات الاوتس ان هو قيمه الثري شولد دي بتبقى افضل قيمه للكاني، هنشوفها دلوقتي معانا اللي هو ان الكاني اللي هو الكاني الجوريزم اللي احنا شفناها المحاضره تقريبا اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت تقريبا. بيبقى بنديها احنا 3 شولد والثري شولد لينك، هو بيديك افضل قيمه للثري شولد، هنشوفها دلوقتي. طبعا هو اختار هنا ال 168 قال لي دي افضل قيمه للثري شولد، دي اللي هي افضل قيمه بتقسم الصوره. نقفل كده، قطعت بس الفيديو يا جماعه عشان اكتب الكود. زي ما انا قلت لك الاوتسو بيديك افضل قيمه للثري شولد بتاعت الكان. لو احنا كده ايه قلنا هنا ايه عملنا احنا ايه صوره كان جديد اسمه الكاني، دي اللي هناخد فيها الاوت بوت بتاعت داله الكاني، بنقول هنا جراي دوت كاني، بنديله الثري شولد
اللي هو الثري شولد اللي هو الماكس، بعد كده بنديله الثري شولد لينك اللي هو بيربط البكسلات ببعضها. لو انت مش فاهم الحاجات دي ارجوك راجع اللي هو الكان اللي هو شرحناها قبل كده، داله الكان الجوريزم. بنقول هنا بنضرب التي في 2 عشان يعني نخليها اكبر، لان طبعا الثري شولد ماكس شريط بتبقى اكبر من اللو ثري شولد لينك، فبنضربها في 2 وبنخلي التي زي ما هي. التي دي خلي بالك القيمه اللي راجعه من الاوتسو، فاهمني؟ فالكاني بيعمل الجوزين بتاعته فبيرجع لك افضل قيمه ممكن تصدمها للكاني. تعالى كده ايه نعمل ران وهنجربها مع كذا ايمج دلوقتي هنشوف. فيعني دي استخداماتها الاوسع، يعني الاوتسو بتستخدم في الكان، يعني ان هو استخداماتها الكتير في الكان تبقى حلوه. يعني هو ده الكان بتاعنا اهو، لان افضل ثري شولد للكان اهو. طبعا يفضل ان انت ما تعملش ريسايز للصوره، يعني نسيت اقول لك الريسايز ساعات ساعات بيبهوى الصوره منك. يعني ايه بيبهوى؟ يعني ايه ساعات ما بي يعني ايه بيبوظ الصوره شويه اللي هو الريسايز، فانت يفضل ان انت ما تعملش ريسايز، او مثلا لو تعمل ريسايز بعد ما تعمل عمليات على الصوره. انا بس بعمل ريسايز في الاول عشان كنت عايز اوريك الريسايز بيتم ازاي. انت يفضل ان انت ما تعمل عمليات على الصوره الاصليه بتاعتك، عشان لو انت كبرتها وصغرتها ساعات بتفقد فيوتشرز مهمه في الصوره، بتفرق في الناتج بتاع الكاني في الصوبل في الحاجات دي، فبتفرق جامد معاك. فانت يفضل ان انت تعمل ريسايز بعد العمليه ما تتم، تعمل ريسايز للصوره بقى عشان ايه بعد عمليات لو انت عايز تكبر الصوره شويه عايز تشوفها ما انت ما تاثرش على العمليات اللي انت عملتها. مثلا ايه تعال نختار مثلا صوره كده، عندي صوره تانية ايه اختار الصوره دي مثلا، دي الصوره دي دي احنا عايزين نطلع منها الكلام. تعال كده نعمل رن بس بقى عشان ايه يعني ايه خلينا نقفل كده الايمج نطلع بس الكاني بس بتاعتنا بس ما يبقاش فيه زحمة عندك. اهو بص طلع لنا الصورة ايه زي ما هي. ممكن انت تلاقي هنا في ثري شولد يعني في قيم كده انت مش عايز، طبعا ممكن تكبر هنا انت في الفلوريس في الثري شولد، يعني مثلا نخليها دي في 3 نضربها في 3 ودي نضربها في 2. بس ما تكبرش في الثري شولد قوي يعني فاهم، خلي الثري شولد لغايه ما يديك احسن قيم. يعني طبعا احنا عارفين يعني الايمج بروسنج او بص راحت خالص جاب لك اكبر يعني ايه جاب لك اكتر حاجات، بس طبعا بص شايف ضاعت شويه في حاجات ضايعه شويه هنا ايه، فانت ما تكبرش الثري شولد عندك قوي يعني. خلي دي زي ما هي ودي 2. طالع مثلا ايه نجرب صوره كمان كده برضه هنا ظهر معاها الايمج. بص دي الصورة اللي عندنا اهي اللي هي دي الصورة دي اللي فيها كلام ودي الصورة بتاعت الكاني. طبعا ده حصل بسبب ان زي ما قلت لك الايمج ريسايز ساعات بتضيع فيتشرز مهمة بتفرق في الايمج بروسنج عندك. فانا مثلا ايه تعالى كده ايه ما نعملش عليها ريسايز ونشوف اللي هيحصل. ده برضو نفس الحكاية هنا ايه عملنا خلينا ممكن انت يعني الاوتسو بيديك يعني ستيج معينه ممكن انت تتحرك فيها او تحتيها. يعني احنا عملنا نفس الصوره ايه قسمت التي على الاثنين
عشان طلعت لي شوية حاجات يعني القمة دي كانت افضل الصورة. تعال كده ايه نشوف هتطلع ازاي. قسمنا التي على الاتنين دي السريش والتي على الاربعة دي السريش لينكينج. دي الصورة ودي الكاني بتاعتها اهو. انت ممكن بقى تتحرك يعني في الديل ستيج دي ممكن تزود شويه تنقص شويه تقسم تضرب الحاجات دي بتطلع يعني قيم لغايه ما تلاقي ان القيمه بتاعتك بقت احسن قيمه يعني عندك. مثلا ايه تعال نجرب كده اخر صوره معانا. أو دي صورة اللي هي الصورة دي معانا مثلا ايه. فاحنا ايه عملنا لها بالكاني بقت كده. طيب احنا في نويز كده صغيرة لان احنا ايه استخدمنا الثريشولد بتاعت الصورة اللي قبلها. تعالى كده ايه نخليها بس كده على الاتنين بس نقسم دي كده نقلل بس الستيتش لينكينج. طبعا كل ما بتزود كل ما بيبقى فيه الايمج الايدجز بتاعتك بتقل يعني كل ما انت بتزود في الثريشولد ايدجز بتاعتك بتقل بتبقى الصورة انقى شوية بس ساعات بيبقى فيه فيتشرز بتضيع يعني. اهو صورة افضل بكتير اهي محمد صلى الله عليه وسلم. فبس هو ده كان الثريشولد. ان شاء الله المرة الجاية نشرح الادابتف ثريشولد.